قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وبحر علم وذخر. حين يتجدد الزمان ويترك التاريخ في الماضي ليصنع الحاضر، تظهر سطوته التليدة والحاكمة في فرض ناموس الاحترام والتجدد. فأمسه موت وفناء وتلاشي، ويومه وساعاته نفس جديد وحياة وليدة. وهكذا بين الفناء والحياة، بين أمسك وبين حاضرك الذي تعالجه بكل حرية واقتدار، لتبقى بين سلطان الوقت وبين حريتك الآنية. ويكلك الزمان بقوته وجبروته، فلا منص من حكمه والإذعان لأمره. ما خلا الإمام الحسين عليه السلام وواقعة الطف وأرض كربلاء، فقد قهر الزمان في هذا الحد الفاصل بين التلاشي والخلود. فخلود الحسين وخلود واقعة الطف وكربلاء هي العالم بأسره. فلا يفنى زمان الحسين لأنه فوق الزمان، ولن تضمحل كربلاء لأنها أم المكان، لن تنسى واقعة الطف لأنها تاج الملاحم ونهر العطاء وبحر الفيض وسماء العبر.